اتفاجئنا كلنا امبارح بخبر خروج محمد الشناوي من معسكر مباراة الأهلي والوداد، مباراة الذهاب لإراحته. خبر قعدنا نلف نتأكد من صحته، إن كولر قرر يريحه حفاظا على صحته. تعال نحاول نخش جوه دماغ الراجل ده. رقم واحد، ممكن تكون مناورة، هل كولر بتاع حوارات؟ أه بتاع حوارات. هل بيحب يرقص الخصم؟ أه بيرقص الخصم. وخد الدليل ده، مباراة بيراميدز لحد قبل المباراة بساعة التشكيل أعلن، التشكيل الأساسي بتاعك اللي بيلعب بيه الطبيعي، وقبل المباراة بربع ساعة بيتغير، بتلاقي كهربا بيتشال وحسين الشحات وحمدي فتحي بيحط مكانه محمد شريف وأحمد عبد القادر والكندوس، لدرجة كابتن أيمن شوقي في قناة الأهلي اتخانق مع الإعداد، قالوا له يا جماعة أنتوا بتدوني تشكيل غلط، قالوا له يا كابتن ده التغيير لسه جاي لنا التشكيل دلوقتي وحصل فيه تغيير. فحتة إن هو بيحور بيحور، هل بيرقص؟ تعالى خد الترقيصة دي. مباراة الترجي لحد قبل المباراة بيوم كله قال لك إيه ده، هيريح الأساسيين ومش هيلعب، واحتمال يلعب اللعيبة الاحتياطي او اللعيبه اللي هم تحت السن ومتأيدين افريقيا والكلام ده كله. بتتفاجئ في مباراه الترجي بيلعب بالتشكيل الاساسي عادي خالص. فحته حوارات والكلام ده وارد، الهدف منها ايه؟ حتى لو هيلعب الشناوي المباراه دي اساسي، انت خليت مدرب الخصم عمال يلف حوالين نفسه. هل العب بخطتي اللي انا واضعها وانا جاي من المغرب، حته ان تامين دفاعي والعب على المرتده واسيب لي نادي الاهلي الكوره، بحتة ان انا اطلع متعادل او بالكتير قوي خسران 1-0 وارجع احسم على ارضي، ولا العب على قلة خبرة حارس زي مصطفى شوبير واحاول اجيب جون واخلص المباراة واصعبها من هنا؟ انت كده يعني هو اللي عمله مستر كولر. ما تقوليش الراجل ده مش متابع، ما تقوليش مدرب الجداد مش متابع. لو هو مش متابع لعبته متابعة، وبرضه زمان دماغهم ايه، هو الراجل ده خلى في كلاب سعرات تجري ورا في دماغهم جوه. الراجل دلوقتي بقى تفكيره هل ان انا العب على المضمون واطلع باقل خسائر مباراه القاهره متعادل 0-0 او مغلوب 1، ولا العب على قله خبره الحارس واحاول ان انا اسجل او اجيب جون وبعدين اقفل عليه يبقى انا صعبتها على الاهلي؟ فهو الراجل لحد اللحظه دي هو قاعد منتظر ومتابع موقفك من لعب محمد الشناوي، فانت خليته زي ما بقول لك العيال ما يسيبش يد وش، وانت خليته دلوقتي في قلق. فهي حتى لو فكره مناوره حلوه، السبب التاني هو ان الشناوي مش جاهز وكولر حب يريحه لمباراة العودة فعلا. دي تحسب له، دي تحسب له. ودي بصراحة مخليني فرحان ان واحد زي مستر كولر ده مدير فني للنادي الاهلي جريء ما بيخافش وقد قرار هو بياخده. ليه؟ بديهيا خالص 90% من مدربين العالم بيعملوا كده، اللي هو بيحط التشكيل الاساسي بتاعه علشان لو حصل حاجة يبقى يلاقي شماعة يتسند عليها. كولر لو الشناوي فعلا مش جاهز مثلا بنسبه، يعني جاهز بنسبه 70 او 80%، يقول لك انا شاركه علشان لو حصل له حاجه ساعتها الحارس الثاني او الثالث يلعب ويبقى انا ليا شماعه قدام الجماهير، حته ان الحارس الثالث بتاعي اتصاب فلو البطوله ضاعت خلاص انا اعمل ايه؟ ما انا بلعب بالتشكيل بتاعي. وده حصل كتير، كابتن الخطيب نفسه كان زمان بيرجع يتجهز ويتاهل وياخد مسكنات وحقن عشان يلعب مباراه مهمه زي دي. كابتن محمد ابو تريك يرجع لاي حديث للكابتن الخطيب هتلاقيه بيقول لك ايه، ده انا خدت كذا وعملت كذا عشان العب مباراه مهمه، خدت كذا. فهو وارد ان كان يعمل ايه مع الشناوي لو جاز ب 70 80% ياخد الحاجات اللي تخليه كامل 100% ويلعب المباراه، وراجل يامن نفسه. الشناوي لعب وصاب خلاص هو بره عنه بقى، تمام بره عنه، الحارس السي بتاعي اتصاب خلاص انا هعمل ايه؟ ويبقى عنده شماعه، انما الراجل ما عملش كده. رقم واحد عنده ثقه في لعيبته، رقم اتنين مذاكر الخصم كويس، ان هو الشناوي لو مش جاهز، لان لو الشناوي لو انت لعب هنا وخسرته مصطفى شوبير وعلي لطفي مع احترامنا ليهم وثقتنا فيهم مباراه الوداد على ملعبه هتبقى صعبه ايا كان قوه الاتنين حراس دول، بس ان انت تلعب المباراه دي على ارض الخصم وسط جمهوره صعبه. اه هنا اسهل، هتلعب وسط جماهيرك وبتاع والضغط العصبي كله هيبقى على المنافس مش عليك انت. فحته انت لو لعبت الشناوي وخسرته هنا ولعبت هناك علي لطفي او شوبير، اه الاثنين حراس كبار، لكن المباراه برضو هتبقى صعبه عليهم. دي كانت تاني نقطه. تالت نقطه وهو ان درس الوداد صح، انه درس الوداد صح وعارف ان الوداد هيجي هنا يتكالح، هيرجع هيجي هنا اللعيبه دي ما كفاهاش نوم في الاوتيل وهتيجي تنام لك هنا في ال 18. فهو يعمل ايه؟ لو افترضنا ان هو هيريح الشناوي علشان يجبر الوداد انه يفتح ملعب ويحاول يلعب على النقطه دي وقله خبره الحارس بتاعك، وان اللعيبه طبعا ال 11 اللي هيبقى ال 10 اللي هيبقوا معاه هيبقوا قلقانين، عارفين الحارس اللي معاهم ده مش خبره نهائيات، فممكن
يبقوا مهزوزين شويه ويحاولوا يكشوا شويه لورا، ويبتدي هو يلعب على دي، فيبتدي الماتش يفتح. لان مستر كولر، انت سيبك مستر كولر كمان، انت لو سالت اي واحد في الشارع النهارده من وجهه نظرك اللي هياخد البطوله دي ازاي، هيقول لك حاجه واحده، لازم تخلصها. فوارد الراجل ده يكون بيعمل كده، بيجر المنافس انه يطمع في المباراه ويفتح، ويبتدي هو يسجل، يجيب جون، يجيب جولين. لان المباراه احنا كلنا عارفين ان المباراه مش هتخلص غير من هنا. فلو لاعب الشناوي طبيعي المدرب بتاع الجداد هيحط خطته، تامين دفاعي، زون ديفنس، يلعب على المرتده ده اذا لعب، خدت بالك، بحته ان هو يطلع 0-0 يا مغلوب 1-0 بالكتير. فهل هو بيطمعه؟ وارد برضه فكره ان هو يطمعه يهاجمني، وبعدين انا اشوف شغلي، احاول اخلص منه، اجيب جون بدري، في التاني في التالت كده. النقطه الرابعه، وتكون فعلا محمد الشناوي مش جاهز، وان الراجل فعلا زي ما بقول لك جريء، مرضيش يرمي الحمل من عليه، يلعبه هنا ايا كان جاهز ولا مش جاهز، وبعدين يتصاب ولا خلاص بقى ده اللي عندي، طب انا هعمل ايه؟ فيكون فعلا هو الشناوي مش جاهز، فقرر يلعب المباراه هناك، لان الشناوي خبير نهائيات. فالمباراه اللي هنا هتبقى على علي لطفي او مصطفى شوبير، يقدروا هما الاثنين يقوموا بيها. عموما ايا كان السبب، خلاص المباراه بكره وهيبان. اخر حاجه نحب نقولها، كلنا رجاله عندنا ثقه فيكم، وان شاء الله باذن الله نحسم البطوله من هنا. خليكوا هاديين، حتى لو الحكم لقيته مش قد كده وبيتحامل عليك، خليك هادي والعب لعبك، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكبر خاطرنا باذن الله. نتقابل ان شاء الله بعد المباراه والاهلي كسبان. سلام عليكم.